مشاهدينا السلام عليكم. هل وصلنا فيروس كورونا حقا من الفضاء؟ يعتقد السيد فيتاشلاف إيلين رئيس قسم معهد المشكلات الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية أن فيروس كورونا المستجد ليس مستبعدا سقوطه مع نيزك في الأراضي الصينية. وقال إيلين في تصريح لوكالة نوفست الروسية للأنباء، أعلنت شاندرا ويكل أنسيخ عالم الأحياء الخارجية الشهير من جامعة الكارديف في ويلز قبل أيام بأنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد سقط على الأرض مع النيزك الذي انفجر فوق الصين في العام الماضي من شهر أكتوبر 2019. ويقول الخبير الروسي رداً على سؤال لمراسل الوكالة، هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، وأضاف موضحاً للإجابة عن هذا السؤال بدقة يجب إجراء دراسة لتركيب الحمض النووي. وأيضاً حسب صحيفة بريطانية أن فيروس كورونا جاء نتيجة نيزك ضرب الصين العام الماضي، حيث ادعت مجموعة من العلماء جاء نتيجة نيزك ضرب الصين خلال العام الماضي، حيث أودى بحياة المئات على مستوى العالم حتى الآن. فيما يقول العلماء إن فيروس كورونا حمل إلى الغلاف الجوي للأرض على جزء من المذنب الذي تسبب في مئات المليارات من الجسيمات الفيروسية. وبحسب موقع صحيفة إكسبرس البريطانية فإنه يعتقد أن ظهور السلالة الجديدة من الفيروس هو نتيجة بانسبيرميا، وهي العوامل المعدية في الفضاء والتي تصل في النهاية إلى الغلاف الجوي الأرضي، بينما اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن الفيروسات والبكتيريا وسلالات الحمض النووي موجودة في الفضاء على المذنبات والنيازك، وأن بإمكانهم الوصول إلى طبقة ستراتوسفير على الأرض قبل أن يسقطوا على سطح الكوكب، ما يشكل خطرا على صحة الإنسان. وبحسب التقرير فقد اقترح العلماء أن ظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا كان نتيجة لصدمة نيزكية معينة وقع تسجيلها في الخريف الماضي، فيما قال البروفيسور تشاندرا ويكرماسينغه من مركز برمنغهام لعلم الأحياء الفلكي، من المحتمل جدا أن يكون للفيروس المفاجئ صلة فضائية، والتوطين القوي للفيروس داخل الصين هو الجانب الأكثر أهمية للمرض. وأضاف في أكتوبر من العام الماضي انفجرت شظية من مذنب في لحظة قصيرة في شمال شرق الصين، ونعتقد أنه من المحتمل أن يكون مضمنا بداخله جزيئات فيروس كوفيد-19 المعدية التي بقيت داخل الشهاب المتوهج. مستكملا أيضا، نظن أن الاحتمال الأكثر فظاعة كما يبدو هو انطلاق مئات المليارات من الجسيمات الفيروسية المعدية على شكل غبار كوني دقيق، ونعتقد أن العوامل المعدية منتشرة في الفضاء ووقع حملها على المذنبات، ويمكن أن تسقط نحو الأرض من خلال طبقة التروبوسفير الأرضية. كما أشار أيضاً إلى أن هذه العملية التي خلقت أوبئة الأمراض البشرية في الماضي، ويقترح أن التبذر الشامل هو الطريقة الشائعة للظهور الفيروسي البكتيري. وبينما يمكن أن تصل هذه الكائنات الحية لأكملها، هناك طريق آخر يمر عبر سلاسل من الحمض النووي والتي تشحن بالفعل في الجراثيم الموجودة هنا على الأرض، حيث تصل إلى الأرض عبر جزيئات من خارج كوكبنا قبل أن تتناولها الجراثيم غير الضارة في كثير من الأحيان وتحولها إلى آلات قتل. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك، وشكرا لكم.